قلعة مشهورة في الشرق الموريتاني، لا يمر المسافر عبر أشهر طريق إلا وصعدها ثم نزلها. تتراءى من حواليها الرمال الذهبية إلى جانب الكدى الوردية. الوديان والمجاري المائية تحف المكان من كل جانب، مشكلة لوحة فنية خضراء من الطبيعة قل أن تجدها في موريتانيا. منطقة كامر هنا منطقة سياحية، يجيوها الناس يخرفوا فيها، يجوا مي القطانة خاصة. تمتع بها صالة، لأن كيف تنيع جاي السيل تخلقون فيه مناظر خلابة، تخلق خضار الأرض، خضار زين حتى. ومنقد من إله من عند مقضم اللي شكي قبال، يجوا فما تياها القطانة، يجوا فما تياها من الخل، يقعدوا فما تياها. في فترة الخريف في وجه باط فترة القطانة في وجه الخريف، ولين يجي السحاب ويخلق الخريف تخلق منار خلاب، ويجوا الناس من كل مكان. نحن جاي متقلي من واكشوط، جايين ندور راحة، وجايين لموسم زمن الخريف، ما قاطعين دور راحة، نبتعدوا عن خنازات الوتات، نبتعدوا عن ذيك الأمور كاملة مضايقة المدن، وذيك الأحوال كاملة تخلق في المدن، ياكلنا نجبرهون راحة كيف في هذه المناظر الذي هي. نجبروها باطو توافد لها الناس من نواكشوط ومن نواذيبو، ياكلنا تشبهها. وهاي المنطقة نختيروها تعود تتواجد عليها الناس كاملة، ما تعود لا يجوا لا سكانها اللي جاي من شغل نواكشوط، نختيروا الناس كاملة ديال بين اللي هي منظر سياحي هون زين، وانتم اذا شاهدتوه لله الحمد. اسمع، نختيروا الناس كاملة تمي تجيها، هي من هون ومن هوك كامل زين، به اللي زمن الخريف يبث. انها كامور ذات الطبيعة الخلابة في معظم فصول السنة، فلا تكاد المياه المخضرة بالأرض تتوقف عنها حتى في فصل الصيف الموريتاني الحارق وجفافه الماحق. فهنا الخريف يسر الناظرين ويسحر المسافرين وهم ينحدرون إلى تلك الواحات الفيحة. الحمد لله الأجواء مريحة، الحمد لله الربيع معرم، الحمد لله نظلوا ما شاء الله ماشيين في الماء، نشري القنم ونقصوا بها الربيع، ونظلوا ناكل احنا واصحابنا ما شاء الله الحال مترحم. لا يزيد نجاد يزيد المسلمين في نعمته. الناس تجي من شلون نواكشوط تجي كامور هون تشوف الماء ماشي والربيع ما شاء الله، والارض مريحه تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. تتميز هذه القلعه بانها في مركز موريتانيا ووسطها، حيث يأوي اليها السكان من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب، باحثين عن تلك المناظر الخلابة في كامور. عندما تأسرك الطبيعة تكون أصعب اللحظات تلك التي تودع فيها هذه المناظر الساحرة وتختفي عنك في غيوم القلعة الشاهقة. كامور الحمد لله كما ترعى فيه الأرض خريف، ونعرف على أن إيش بيش لا يجبروا رقاش داخل الوطن. هاي الناس اللي تمشي تقبل أموال هائلة تمشي بها شو الخارج، تقيس فرنسا ولا تقيس المغرب ولا تقيس دكار، إيش بها تم تستثمرها في الداخل، تجيبها جاية داخل تشوف المناظر الجذابة. وخريفة كامورا العام ما شاء الله خريفة زينة، خريفة زينة وتوب وراجل، فيها مناظر طبيعية ومناظر خلابة كاملة. شافتوا ناس في التلفزيون مولي، وشافتوا ناس الخالط من هون، ناس قاعد لا توخال من هون ما تحني تشوف كامور، يلا حتى خاذي ريش نين يشوف بلاده يعرفها، ونين يفوتوا يشوفوا كامور دوري هنا ويتأنوا به، وراهم وعدوك ساعة يواصلوا الطريق، كثير الناس كاملة تجي تشوف كامور. هنا كامور حيث تتعانق الطبيعة بجمالها، حيث تخضر الأرض، حيث يتعايش الماء والخضراء والوجه الحسن مع الصخور الوردية والرمال الفضية. احنا جايين من نواكشوط، جبالنا هاي تامور زينة ما شاء الله، أجواء هون زين فهمتوا، هون معنا من السكان رسمي أربعة تواك الله بالعصة زين إن شاء الله، خريف ذا العام زين تواك الله، جو زين تبارك الله. نبيات في كندلك ومشينا لهون حقنا لعق ورجعنا إن شاء الله، جو زين تواك الله. هي قلعة كامور ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا والتضاريس، ما تزال تجلب آلاف السياح الموريتانيين وغير الموريتانيين في كل عام. لبرنامج إخباريات مختار بابتح، كامور في الشرق الموريتاني.